السلام عليكم الزول، بونسوار متتبعي هذه القناة، مرحبا بكم وكل تمنياتي لكم بالصحة والعافية. ملعب تيزي وزو يزيان كل يوم بهذا البساط الجديد والذي يظهر لكم على الشاشة. تغير الوجه الداخلي للملعب، إذن انتهوا من شبه المضمار أيضا الذي يدور بالملعب وقنوات صرف المياه ليزيفاكواسيون دو، وتم تنحية كل الأشياء الزائدة من حول البساط ستادير لي غرافا اي لي زوتغ ديشي. اليوم نسميه ملعب تيزي وزو بتحفة أو نجمة شمال إفريقيا، وهذا يذكرنا بأول حزب أنشئ في الجزائر في 1926 خلال حقبة الحركة الوطنية والمسمى بنجم شمال إفريقيا. صدفة بركة. لاحظت في بعض التعليقات أن هناك من الذين يقولون أنه ليس أحسن ملعب في إفريقيا، إذن اليوم نكتفي بتسميته بتحفة أو نجمة شمال إفريقيا حين أن ينتهوا من الأشغال كلية، وبعد بلا شك سيصبح أحسن ملعب في إفريقيا. لا تنسوا المشاركة والتعليق، وإلى الملتقى إن شاء الله.